معايا هنا كوباية من المية المغلية بالشكل ده كده، معايا باكت من جيلي الاناناس، ممكن يكون اي طعم احنا بنحبه، فراولة او اي او كريز او اي حاجة احنا بنحبها. هقلب لحد ما الجيلي بتاعي يدوب تماما في المية السخنة. دلوقتي معايا علبتين صغيرين من الزبادي بمقدار كوباية، كوباية معيارية طبعا. دلوقتي بقى هخفق كل المكونات دي بالهاند بلندر او في الخلاط او بالمضرب الكهربائي، اي حاجة متوفرة عندنا. دلوقتي هسيب الخليط بتاعي ده كده على جنب. دلوقتي بقى في بولة كوباية من المية الساقعة المتلجة وعليها باكت كريم شانتيه، يبقى الاول مية سخنة مغلية وعليها الجيلي، ودلوقتي ساقعة متلجة وعليها الكريم شانتيه، ونخفق بقى لحد ما القوام يتكثف معانا كده. الكريمة بقت جاهزة معانا. دلوقتي بقى هنزل بالكريمة على الجيلي شوية بشوية وارجع اخفق بالشكل ده كده، نص الكمية تقريبا هخفقها الاول وبعد كده هرجع اكمل باقي الكمية. دلوقتي هننزل بباقي كمية الكريمة اللي معانا كده. الحلقة بتاعنا بقى جاهز، لو حابين تزودوا شوية من السكر ممكن، بس انا بالنسبة لي السكر كده كويس. ممكن لو حابين تزودوا شوية من الاول، يا اما شوية سكر بودرة. دلوقتي بقى انا هفضي الحلقة بتاعي في قالب بايلس، ممكن تفضوه في كوبايات او في بولات او في اي حاجة انتوا حابينها. طبعا هندخله التلاجة لحد ما يتماسك. بعد الجيلي بتاعنا ما جمد معانا، انا مقطعه بس شويه من الكرز الاحمر حاجه بس تكسر اللون، احطهم بس كده على الوش. دلوقتي بقى نعمل قطعه كده مع بعض، قد ايه بقى هي طعمها حلو وفي الحر اللي احنا فيه ده حاجه كده تحفه في حر الصيف. شايفين بقى كريميه جدا جدا، شكل وطعم تجنن. وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. شايفين؟ يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يسيب لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.